البطر أمر زائد على الإسراف. البطر هو في الحقيقة، البطر يا أخي عبد الله، البطر هو سلوك، يعني شعور قلبي يترجمه الإنسان في مسلكه. يعني البطر هو كبر، البطر هو علو، البطر هو طغيان بالنعمة. الإسراف صورة من صور الاعتداء في النعم، وهو زيادة في 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 المآكل المشارب عن الحاجة أو عما تقتضيه المصلحة. وبالتالي بينهما فرق، مثل تماما كفر النعمة هو البطر. البطر أمر زائد على مجرد الكفر، كفر النعم، لأن كفر النعم مثلا أن تضيفها إلى غير الله عز وجل، هذا من كفر النعمة. أن تشكر غير الله تعالى عليه، هذا من كفر النعمة. أن تضيفها إلى نفسك كما قال فرعون إنما أوتيته على علم عندي، ويغفل عن شكر الله عز وجل، كل هذا من كفر النعم. لكن البطر أمر زائد على هذا، حيث أنه يتضمن مع الكفر ومع الإسراف عمل قلبي، وهو الاغترار بهذه النعم، التكبر على الخلق بها، فعل ما يظهر به الإنسان، يظهر به الإنسان علوه وغناه وكثرة ما عنده، كل هذا يندرج تحت البطر. فالبطر زائد معنى زائد على الإسراف، ومعنى زائد على مجرد كفر النعمة. جميل. لكن لا يكون بطر إلا بإسراف، ولا يكون بطر إلا بكفر النعمة.